تنمية العرض المائي للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد النائب. شكرا سيدة الرئيسة. سيد الوزير المحترم، التزمت الحكومة في برنامجها بالعمل على تنمية العرض المائي من خلال تسريع وتيرة إنجاز السدود الكبرى والمتوسطة والتلية في أفق 2021. فإلى أي مدى تمكنت الحكومة من تنفيذ هذا الالتزام، وما هي المناطق المستفيدة من السدود المنجزة؟ وشكرا. شكرا السيد النائب. تفضلوا السيد الوزير الجواب. بالطبع هذا الموضوع ديال العرض المائي هو موضوع مهم وأساسي، ينبني أساسا على محور ديال تجميع المياه السطحية في السدود. نحن مستمرون ليس فقط فيما التزمنا بالبرنامج الحكومي، لكن عندنا الآن مشروع لتقوية تجميع المياه السطحية، لأن التغيرات المناخية أصبحت الآن واحد المسألة اللي هي فوق بنيوية، فبالتالي غادي نقويو من السدود الكبيرة، من بناء السدود الكبيرة، وغادي نوسعوا المدى ديال السدود الصغيره والتليه، لهذه غادي تحل واحد العدد ديال الاشكالات في واحد العدد ديال المناطق، والا فجميع جهات المملكه هي واحد الجهات التي ستعرف هذا البناء ديال السدود. وكما قلت سابقا عندنا واحد الامر مهم جدا، الا نلجا الى تحليه مياه البحر الا عندما تكون فعلا الحاجه ماسه الى ذلك، والا في الاولويه غتعطى لبناء السدود. شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد نائب. تفضل سيد. السيدة الرئيسة، السيد الوزير، جاء على كلامكم أن التغيرات المناخية أنها تتسبب في عدة فيضانات في الشلة أقاليم، وعندنا إقليم الجملال كمثال. أنتم تتعرفوا جماعات أغبالة وبوتفردة وتيزينيسلي والسد اللي طال انتظار ساكنة الإقليم بني ملال تنتظروه هو سد تكزيرت. هذا السد اللي بغينا يخرج الحيج الوجود من ضمن البرامج اللي ربما بغينا الحكومة ديالكم تساهم فيه. إن استمرار الحكومة في تغييب البعد المائي في سياستها العمومية سيؤدي حتما إلى فشلها في تحقيق الأمن المائي الذي يعتبر إشكالية حقيقية في ظل التحولات المناخية التي تندير بتزايد مظاهر الجفاف ليأخذ بعدا هيكليا وما يحمله من مخاطر على الأرض والإنسان. وشكرا السيد الوزير. شكرا السيد النائب. تعقيب إضافي؟ لا تعقيب. السيد الوزير زادوا شي حاجة؟ السيد النائب غير طمأن إن شاء الله، تكزيرت غنديروا بإذن الله.